السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، عشاق منتخبنا الوطني الجزائري، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، دائما في قناتكم كالعادة. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. هذا الفيديو مهم ومهم جدا. جينا نتكلم على عدة أمور. صحيح عنوان الفيديو هنتكلم على التشكيلة المتوقعة بقوة، لكن أيضا راح نرافق كل شيء بالتحليل ونعطيكم رأيي، وانتم عطونا رأيكم في التعليقات. رأيكم مهم ومهم جدا، لأن مباراة جنوب إفريقيا هي الفاصلة وهي اللي راح تحدد القائمة النهائية اللي راح نلعب بها تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بحول الله تعالى وكأس إفريقيا بحول الله تعالى، سواء كانت تصفية المؤهلة إلى كان المغرب أو نلعب حتى كان المغرب بحد ذاتها. لذلك مباراة مهمة ومهمة جدا. أول ملاحظة يجب أن نعرفها جميعا وسويا، أن آخر إنجاز لمنتخب جنوب إفريقيا نصف نهائي كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، فاز بالمباراة الترتيبية، وفي النصف النهائي انهزم أمام منتخب نيجيريا في مباراة طويلة وطويلة جدا حتى 120 دقيقة، يعني فاز رفقاء أوسيمين بضربات الترجيح. على كل حال قدموا مردود أكثر من رائع منتخب جنوب إفريقيا. آخر مباراة ودية اللي جمعتهم بعنابة أمام منتخب إندورا يعني انتهت بالتعادل وندية كبيرة. منتخب جنوب إفريقيا يلعب كرة قصيرة، يلعب كرة هجومية، يعني متغير نوعا ما امام منتخب كبير راح يلعب خطه دفاعيه، لكن هو على العموم ما يلعبش يعني للخلف كما لعب منتخب بوليفيا. كانما حسينا بوليفيا جاي يلعب من اجل نقطه واحده لكي يتاهل لكاس العالم، يعني في عجاله وما نديروا يعني نقاط القوه والضعف تاع منتخب جنوب افريقيا. لذلك بيتكوفيتش ما راحش يعتمد على نفس الخطه، لانه بيتكوفيتش ما جاش يحوس انه يفوز في مباراه وديه، او جاء باش يبين انه التحكيم في افريقيا فاسد، او جاء من اجل انه يدير خطه ا او خطه ب. اقصد هنا ما عندوش في راسه تشكيله نتاع مباراه اساسيه وتشكيله نتاع مباراه غير اساسيه، بل جاء باش يجرب اللاعبين. لذلك الخطه اصبحت يعني واضحه، الرؤيه اصبحت واضحه شكون راح يدخل بنسبه كبيره. الان ندخل في الموضوع. الان بالنسبه للخطه صدقوني يعني درتها عاودت تفاصيلها لانه كل اللاعبين يستحقوا الفرصه، لكن على العموم كاين بعض اللاعبين اللي لازم يكونوا في التربص المقبل، وان شاء الله فلاديمير بيتكوفيتش يعني يديهم، لانه كاين بعض اللاعبين مهاريين عندهم المستوى لكن ما قدموش يعني واش نحن نقولوا واش يلزم الحال. نعطيكم مثال، فارس الشايبي كما نعرفوا مستوى فارس الشايبي، لكن المباراة السابقة ما قدمش، لكن بيتكوفيتش ما يعرفش فارس الشايبي، شافوا وما يقدمش ممكن جدا يشوفوا الشايبي في القائمة ما كاش. استنتاج فقط، لانه بيتكوفيتش قال هذ المباريتين هما اللي حدوا لي القائمه، هما اللي حدوا شكون راح يلعب. لما تشوف انت مردود تاع فارس الشايبي يعني فيها وعليها، لكن على العموم ممكن كاين نبيل نغيز ومعاه ممكن يعرفه ويوري له، وممكن جدا نشوفوا الشايبي في هذه المباراه ايضا من اجل اعطاء الفرصه النهائيه، واتمنى ان يكون فارس الشايبي مع العلم اني ما درتوش في القائمه المتوقعه. ندخل في صلب الموضوع، في حراسه المرمى بما انه بنبوط هو كان الحارس الثاني في المنتخب الوطني الجزائري بعد انطوني موندريا في عهد جمال بالماضي، اكيد هو اللي راح يكون في هذه المباراه، والا ما كاين حتى فائده في هذه المباراة الودية، لأنه لو كان نشوفوا موندريا يعرف نعرفوا باللي لا زغبة ولا بنبوط أقنع في التدريبات. لذلك أنا أظن أنه بنبوط راح يدي فرصة نتاعو، وإن شاء الله يدي فرصة نتاعو، لأنه أنا صراحة موندريا هو مليح لكن مازال له عمل كبير، مازال ما يوصلش للمستوى تاع مبولحي لما كان على ديدانو، لأنه مبولحي لما كان يوقف في الملعب نحسه بالراحة، لكن لما مع موندريا ما راناش مرتاحين صراحة. لذلك الخطة تبقى هي 3-4-3 أو 3-5-2، على كل حال كاين لاعب واحد يتحول إلى صانع ألعاب في خطة 3-5-2 ويبقى على الجناح لما يكون خطة 3-4-3. على العموم الخطة 3-4-3 كما اللي لعب بها المباراة الأولى. هنا نفتح قوس صغير بالنسبة للناس اللي قال لي بعض على كل حال واحد أو اثنين أو ثلاثة، قال لك لا ما لعبش ب 3-4-3 وإنما لعب ب 4-2-1. هو لعب ب 3-4-3، اللاعبين ما وظفهمش على حساب كما حنا نقولوا على حساب لي بوست نتاعهم. واش معناتها؟ معناتها هي في الاصل لخطه 3-4-3 تلعب بثلاثه لاعبين محور في الدفاع، لكن هو لا هو لعب بعطال ولعب ببن سبعيني ولعب بماندي، هذو حطهم في الدفاع
على ذلك شفنا عطال يعني نوعا ما ماشي كيما في خطة 4-4-2 ولا 4-3-3 اللي تلقاه متحرر، لذلك شفنا عطال نوعا ما شوية دفاعيا. أما اللي لعبوا على الأجنحة شفنا رايان آيت نوري زائد إبراهيمي. إبراهيمي شنو عنده الحرية في يعني يلعب كما حنا نقولوا يلعب وين يحب، يلعب 10 يلعب حسب يعني سيستم دو جو، بالاضافه الى دو ريكيبيراتور اللي هما زروقي وزروقي وبن طالب. هذه الخطه. البعض لما شاف عطال لعب هكذا قال لك لا عطال لعب على الجهه اليمنى، ما لعبش على لا، الخطه 3-4-3 هنا باش نوضح ودرت لكم منشور في المنتدى ووضحت لكم كل حاجه في الصوره. على كل حال لكن في هذه المره ما راحش يلعب بعطال وبن 70، بن 70 اصلا راه مصاب، راح يدخل بجيطون ويدخل بمحمد الامين طوغاي وراح يدخل بخوان حجام. هذه هي الخطة، هذه هي ثلاثة اللي راح يكونوا في محور الدفاع. أما على الجهة اليمنى وعلى الأجنحة راح نشوفوا رفيق قيطان اللي راح يكون عنده دورين، الدور الأول يلعب كجناح، الدور الثاني راح يدخل إلى صناعة اللعب يعني ويقلب مع إبراهيمي. ممكن نشوفوا قيطان هو أغوش وإبراهيمي أدروات، ثم نشوفوا إبراهيمي أدروات وقيطان هو نشوفه على الغوش. لذلك رفيق قيطان هو اللي راح يشوف راح يعاون مساهمة دفاعية وهجومية وحتى يصنع اللعب، وراح نشوفه أيضا إبراهيمي. إبراهيمي علاش تقول لي إبراهيمي؟ نقول لك إبراهيمي يدخل لأنه هو قائد الفريق، وبالنسبة للمردود نتاعو واش دار في الشوط الأول صدقوني إبراهيمي يعني والله تأسفنا يعني علاش ضيعنا إبراهيمي طيلة 3 سنوات أو 4 سنوات، والله غير خساره كبيره. وانا اتمنى من ابراهيمي يكمل معنا الى غايه المونديال، ثم اللي حاب يحتزل يحتزل، لكن احنا ما نطلقوش. بالنسبه للوسط الميدان الدفاعي راح نشوفوا حسام عوار وراح نشوفوا حماد عبد اللي، راح تكون تقريبا خطه هجوميه محضه، لانه حتى عوار وعبد اللي عندهم النزعه الهجوميه، لذلك ربي يجيب الخير. اما في راح نشوفوا ثلاثي الهجوم، راح نشوفوا انيس الحاج موسى بحول الله تعالى، وراح نشوفوا محمد الامين عموره على الجهه اليسرى، وراح نشوفوا منصف بقرار راح يكون كاساسي، وممكن جدا نشوفوا بنزيه مكان انيس الحاج موسى، لانه متغير المناصب وممكن انه هو اللي يصنع اللعب. وممكن نشوفوا ونشوفوا بنزيه بلاصه عموره، لانه الحمد لله ما شاء الله لاعبين كلهم متغيري المناصب. وانا اظن انه بنزيه وين راح يكون مكان الحاج موسى والله اعلم، لكن لا ادري علاش راني بازي على الحاج موسى، لانه كل تسريبات ولا كل اخبار تتغنى بالحاج موسى، ولذلك هذه الاخبار يعني ما يقول لك لا دخان بلا نار. على العموم ما سواء الحاج موسى او بنزيه كلاهما يستحقان المكانه الاساسيه، لكن على العموم سواء الحاج موسى او بنزيه يقدروا ايضا يعني يلعبوا على في هذاك المنصب. هذه هي الخطه المتوقعه. عفوا. اما فيما يخص 3-5-2 راح نشوفوا محمد الامين عموره وموسم بقرار في الهجوم، وراح نشوفوا ممكن جدا نشوفوا بنزيه هنا كصانع العاب، او نشوفوا بنزيه على الجهه اليمنى وابراهيمي هو اللي يدخل الى صناعه اللعب. هذه هي التشكيله المتوقعه. شاركونا برايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.